بسم الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى يرضى. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يعني ما سلط عليهم حتى حد أكثر مما صنعوا وهم لا يظلمون، لأن ربي يحكم باش السيئة ترجع لمولاها إن لم يتب مدة تقريب 3 سوايع، لأنه ربي أراد باش اللي رقيبك على شمالك يقول له صاحبه عليهم السلام: أمسك لا تكتبها عساه أن يتوب، فلا تكتب. والتوبة مش اللي يجي يرغب فيها، قل شكون نتوب له؟ أنا رب، كما قال فرعون، والراعنات الآن كلهم قلك مني تقرع، أنا الكل، أنا الفاتق الناطق ما كذا وكذا. يقول ربي: فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. شوف كيش ربي طمنك، واحدة من السيئات تكتب عليك بعد 3 ساعات، شوف قداش يا ربي يمهل عن طريق ما جرى بين اللي ملاك اللي على يمينك عليه السلام والملاك اللي على شمالك عليه السلام. شوف ربي قداش مرفق، شوف كيفاش ربي يعطيك آجال ممدودة حتى تراجع نفسك، بل أن تكتب عليك السيئة. إذا كان عندكم يا صهاينة يا كلاب، وأهل الكنائس مهما كان نوعها، يا أتباع الصهاينة وأنتم في إيديهم يفعلوا بكم ما يريدون، أو أنتم مفعول بكم، هل عندكم شيء من هذا؟ ملاك الشمال يريض الأمور ويكتب إلا أي السين، أي المعصية الخطية إلا بعد 3 سوايع. عندكم هذا؟ بلغونا، إحنا لا نعلم عنكم هذا، نعلم عنكم كاذبين مشؤومين ومانا طاغين، وطغيانكم ما تحبوش يقع عند حد، ودائما تهينوا في الناس وتعادينا نحن، يعني أسيادكم حقيقة. وربي قال: أنتم الأعلو، إحنا أعلى منكم عند الرحمن، ويتهيئ لكم اللي أحلى أوطى منكم يتعامل معك. شكون قالك كم اسم اللي تتهين فيه؟ اسمه محمد ولا عبد الله؟ محمد عليه الصلاة والسلام ولا عبد الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى. شكون قالك هو مسلم؟ هذاك ترى منهم عيشوشة في الكنيسة تخطب ود رجل الدين، والله أعلم شو جرى وقت تبدأ في الكونفسيون، شو المشاكة بيناتهم، السوزون طوليو، وبعد المسألة تنتهي بعمل جنسي حرام. فهي أعنى نضاف كما أراد المولانا، مسلمون مطهرين من العصيان، مؤمنون مطهرين من الشكوك، ومحسنون مجملين بالإحسان بفضل الرحمن والسلام.